ممثلين الجمعيه والفنانين الوجبات اللي انا امينو مجال جديد من الديجيتال والسرقه الرقميه والمحصورات الرقميه. اشكر الزهراء صدر الجانبات اللي استوليت في العالم قرن اللي كان ضعف قرن دار الجمعيات ديال الفنانين بصفه عامه ومجال الديجيتال ديال الويب. تصدر من بدو الجامعه الصيفيه كما كتعرفوا دائما اضافه للجانب العلمي الكبير ندوات الكره اللي كتنظم ايضا كتحاول دائما ننتبه المجالات اللي فيها فراغ وفيها حاجه للتعليم فيها حاجه للنقاش العمومي وفيها حاجه لتطوير التجارب وتكوين الكفاءات ديال الفاعلين العام في المجال الجمعوي خصوصا في مجال الاعمال الجمعويه المزارعي وفي مجال الثقافه بصفه عامه والفنون بصفه عامه. اذا التكوين هذا هو الدوره التكوينيه كما عرفتوا هي تمتد لاربعه شهور فيها مجموعه من الاسابيع حضوريه اللي غنشوفوا عليها مكونين خبراء في هذه المجالات هذو ديال الرقمي تجربه المحصلات والسرقه الرقمي وفيها ايضا جانب ديال التتبع عن بعد التكوين في عن بعد لان من الاشياء اللي طلبناها اللي درنا لابيل على الكونديداتور بالنسبه للجمعيات والفنانين اللي غيستافدوا طلبنا انه يكون عندنا واحد التصور مشاريع اوليه يعني الهدف ديالنا هو ان الناس اللي غيتكونوا يتكونوا ويعمقوا المعارف ديالهم التقنيه والعلميه والفنيه في هذه المجالات ولكن في نفس الوقت في نهايه التكوين بعد اربع شهور راينا بهذا الحضوري وعن بعد يكونوا في المستوى اللي يقدموا المشاريع ديالهم اللي غنخصوا لها واحد اللقاء كبير في نهايه التكوين لتقديمها. اذا هذه الدورات التكوينيه هي بشراكه مع الوزاره المنتدبه على رئيس الحكومه مكلف العلاقات مع البرلمان والمجلس الجامعي الكبير وكنبغي نشكر كثيرا الاصدقاء والصديقات في مكتب الجامعه الصيفيه اللي دائما كيشتغلوا وكيضاهروا باش العمل ديال الجامعه الصيفيه والدور ديالها المدني والتكويني والعلمي في بلادنا وفي اكادير بالخصوص يكون في مستوى كبير ويسير المطلبات والحاجيات ديال المرحله وكنشكر الاخوان والاخوات في المجلس الاداري ديال الجامعه الصيفيه. اذا كان بعد لابيل كونديتور تلقينا حوالي 121 طلب استفاده من هذا التكوين. للاسف هو ان الامكانيات الماديه والتنظيميه المتوفره تسمح بكثير ما كرهناش ان كلشي الناس اللي بغاو يستافدوا لكن اضطرنا باش ناخذ 25 مستفيد ممثلي الجمعيات والفنانين اللي غيحضروا معنا في هاد الدوره الافتتاحيه الان من خلال الدوله الافتتاحيه للتكوين غيشاركوا فيها ثلاثه من الباحثين وخبراء في هذا المجال باش يفتحوا نقاش معكم على اساس انه غيكون التكوين في المساء ويوم غد بالنسبه للاسبوع الاول في قناه الكهربائيه اللي غنديروا فيها التكوينات الحضوريه كلها طيله هذه الفتره ديال اربعه شهور. كنشكر السي عباني باحث في الفنون البصريه ومجال الرقميات استاذ جامعه محمد الخامس اللي حضر معنا باش يشارك في الدور الاولى اللي اخترنا لها موضوع انتاج المحتوى والسرقه الرقميه ومستقبل اللغات والثقافه المغربيه لاطاره هذه الابعاد والاسئله التي يطرحها مجال الرقم الان في علاقته بالدول والتحديات المطروحه على مستوى اللغات وعلى مستوى الثقافه ومغربيه الثقافه المغربيه بالخصوص الثقافة الأمازيغية. كنشكر أيضا السي الدري الشعبان الباحث في الاقتصاد الثقافي في العالم الأمازيغي اللي أيضا غيشارك في الندوة الافتتاحية الأولى ونشكر السي محمد الجيلو المكون الخبير في مجال إنتاج المحتويات والسرقة الرقمية وأيضا السي فيصل حنيشان أيضا المكون اللي غيكون معكم في مرحلة من مراحل الدورة التكوينية. كنرحب بكم في ضيافه الجامعه الصيفيه وكنتمناو التوفيق والدورات التيوب ديالها والنتائج ديالها وتستافدوا ونشوفوا في المستقبل النتائج ديال التكوين في مجال الويب ويكونوا واحد الظهور في انتاج المحتويات في التسويق الرقمي في الحضور البصري والديزاين على مستوى الديزاين الفني اللي يقدر يأهل الجمعيات والفنانين باش يوجهوا هذا المجال ويثبتوا فيه الحضور ديالهم في المستوى ديال التنافسيه اللي كيطلبها وكون واحد الثقه في المستوى ديال المحتويات اللي غتقدم وتبتيل المشاريع اللي غتنجز
نتائج جراء مستوى التسويق الرقمي ولا التعريف لاحظتوا بان كاين واحد التعدد ديال المشاريع المقترحة في مرتبطة بمجال التربية والتدريس، في مجال الصناعة التقليدية وعمل التعاونية العاملة في مجال الفنون التقليدية الأمازيغية، في مشاريع مرتبطة بالترويج السياحي السياحة الثقافية لبعض المناطق في المغرب. كاين بزاف ديال المستويات حاولنا يكون واحد التعدد على مستوى المستفيدين، مستوى الجمعيات، مستوى التمثيلية أيضا الترابية، لأننا نكون مستفيدين من الحوز، من الصورة، من تعودات، من تزنيت، من أكادير، من يزقان نعيس البلول، من طاطا، كنظن تقريبا 8 ولا 9 ديال الأقاليم، إضافة للتعدد ديال الترابية وتمثيل الأقاليم. جمعية اللي كتخدم مجالات مختلفة، كاين الطفولة، كاين الأمازيغية، كاين الهدف هو أنه في علاقة بهدف الجامعة الصيفية أن إنتاج المحتويات يساهم في تعزيز والطور ديال اللغة الأمازيغية والحضور ديالها والثقافة الأمازيغية على مستوى الويب والتسويق الرقمي. إذا كنتمناو التوفيق الكامل للمستفيدين وأصدقاء المكونين، ونتمناو إن شاء الله الدورة تتيؤك ديالها وتواضعوا معنا في استمرار الاستفادة حتى نهاية مي اللي غتخدم فيها مشاريع منجزة بصفة نهائية. بركة ذات السبب النجوم. من تنميرت مصر رشيد أنسيف أنسداوي تردو، تنميرت إماسة ظاهرة، تنميرت مس جامع قوم محمد، تنميرت أودال ستور تدوسي إماسة فاطمة سعاف ليوردانة تلتحق مصر مس مراد نشف كذلك لدرس التزامات ورزباري حضراسة، تنميرت نون مس كاتب العام مس محمد غلالت، تنميرت أودال مليكة أزول في اللون أزول في اللوند إيجاري غد البعرة مقورنة ديون درو تلنتنا نيورات سيون سبرا كلون مكلي تسنن تستويت من بدول الجامعة الصيفية ديال الجامعية الجامعية اللي تأسسنا 1979 طورنس في الحقيقة اللي أحدث الله اللي أحدث أسس أتسكر ندوات علمية هي ندوة وسكوز، ولكن ندوة اللي تفهم مجموعة من الأفكار اللي تصورين اللي تصوري أونس غزل المجتمع، مثلا التعددية اللغوية ولا التنوع الثقافي ولا الوحدة في التنوع، أخوي كل كل الأفكار اللي تفهم غمس أونس النقاشات ندورت الجامعة الصيفية. ما هي نظر غصا نظر الماتيس السورياني السورياني ستدير مليك سرى أن نكون كنتيزي الأفكار التي تفون غمس الجامعة الصيفية إصدار غصا يعني تنكون كنتيزي سماني نظر مس تدليت أو التقافة أو الهوية غصا ارتفع تسييز ذات أتفتسل الدم بمعزل عن المجال الرقمي بمفهوم آخر تمازيغ يخص التواكب تطور اللي لا غمس المجال الرقمي إلى الإنتاج لا الإنتاج السينمائي لا الإنتاج الأدبي لا الإنتاج غمسنا الارتيزانا إلى مجموعة من الإنتاج ذات العلاقة الهوية الأمازيغية، ولكن الإنتاجات يغضي ويربي ونصدار تنتمن على المستوى الرقمي وردي في تليفون اللي قسمتها إذا غير دي تكا تسوين قمتا أنه أنسكر يطلع فورماسيون تكا كونتيني بوندون تاتخموا باش أدن فورس مشاريع غصا دان أفكار مشاريع إخصا غمازن كوزيرنا اختيقنا أدن فورس مشروع كونتيني لغس مشروع غمازن غوفوسنس داتي ماشي غير غران بيد هاكو داني إصدار الدارس كريان بروغرام يعني من بعد ما دلال المشاريع غمسني غير السنة من كل سنة وسلواي قمت من غراشين 321 مشروع كله تنفولكي ولكن ونفت نقول له رمز لمجموعة من الاعتبارات
اذا نسكر زعما كان المعايير كانت صارمه باش نلمز 25 مشروع اللي تمني نغصها مثلا اللي تمني نغصها مثلا اللي نغصها مثلا للقاهره. دونك اللي كان المهم سي كو راه نسكر الدوره التكوينيه، ولكن اللي كان المهم هو ان غنى الجامعه الصيفيه دماس الجمعيات ولا دماس الفنانين اللي دارت المشاريع ان غنى غنيه الكامل، هي اللي التواصل اللي كادر من بعد باش المشاريع هذه لازم فيها الدفعه تدريس لي فوغ اي لي سوتور لوكريم، وهو تتمين اللغه والثقافه الامازيغيه على المستوى الرقمي. تنمرت من كلهم. تنمرت مس محمد بلاد مس زهره دار مكرم ماتينيت مس جامع. اذا تنمرت نون رمتي مباشره باش افاد انت برك يا كما صراشيت ذاك الاضافه. اذا تنمرت ذاك الضيوف اللي من خلال راه رئي مس عبد الغني البيضي، راه رئي مس محمد جيلو، مس عامر دريوش هذا الخلطه حقا. تنمرت نسن تنمرت نون بركات وقادير تبارك ما دار ناخا. اذا مس الغني البيضي باحث في الفنون البصريه ورقميات جامعه محمد الخامس الرباط، مس محمد جيلو اللي كان مكون وخبير في انتاج محتويات والتسويق الرقمي. راك انت برك مس محمد رديك نسبرك عاود قمتنا مس هشام هاد الثنتين المكونين برك مس هشام اللي دار مس عامر دريوش فاعل امازيغي وباحث في اقتصاد الثقافي زغاء ومر وكوش بمراكش برك مس على سلم من كلكم. اذا افتتحت زاوية نور بدو الشراكة نرد الشركة السويسي من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المجلس الجماعي بأكادير دورات تكوينية لفائدة الجمعيات والفنانين في مجالات ديزاين وصناعة المحتويات والتسويق الرقمي اللي ركزي لي كوز نير كليسنا زويرة تقا الموضوع من الندوة الافتتاحية اللي نيقر تيناوت تنامورت دوث متات اللي غدا تحت الدورة التكوينية في الموضوع هي صناعة المحتويات والتسويق الرقمي ومستقبل اللغات والثقافة المغربية اللي غدا تيناوت تنامورت تمغورين وسكتور دو أوسكتز أموتون ديما توتلاين تدلسا تمغربيت. إذا الجامعة الصيفية أكادير كتفتح الدورات التكوينية في مجالات الديزاين وإنتاج المحتويات والتسويق الرقمي اللي كتنظمها بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجلس الجامعي لأكادير. الدورات التكوينية كتستهدف التكوين ديال ممثلي الجمعيات وفنانين، تقدموا تقريبا 121 طلب للاستفادة من الدورة التكوينية، ولكن الامكانيات الماديه ما سمحت لنا الا بانتقاء 25 مستفيد اللي كيمثلوا جمعيات وفنانين من عده مناطق واقاليم، 8 ديال الاقاليم تقريبا. اليوم كنبداو الدوره التكوينيه بندوه افتتاحيه حول موضوع انتاج المحتويات والتسويق الرقمي ومستقبل اللغه والثقافه المغربيه اللي فيها اساتذه باحثين وخبراء في المجال اللي افتتحوا الدوره التكوينيه بنقاش مع المستفيدين على اساس ان تتم هذه الدورات وان تستمر لمده 4 شهور غتجمع بين الجانب الحضوري والتكوين الحضوري هنا في اكادير، ثم ايضا دورات وحلقات ديال التكوين عن بعد بمواكبه المستفيدين لانجاز المشاريع، لان يعني الهدف هو الجامعه الصيفيه كتشوف بان كاين ضعف على مستوى الحضور الرقمي وانتاج المحتويات خصوصا فيما يرتبط بالثقافه واللغه الامازيغيه. الهدف هو ان الدورات التكوينيه من خلال التاطير ديال الخبراء والمكونين توصلنا رفقه المستفيدين لانتاج مجموعه من المشاريع اللي غتقدم في لقاء خاص في نهايه الدوره التكوينيه بعد 4 شهور ديال التكوين والتاطير والمواكبه.